النملة والجندب، حكاية من التراث اليوناني. إنه الربيع، الربيع الدافئ. أصبح حقل الزهور جنة للحشرات، تحلق الحشرات فرحة سعيدة تحت أشعة الشمس الساطعة. أما حشرة الجندب فهي الحشرة الوحيدة التي تحب اللعب كثيرا، وهي الآن في حالة مرح وابتهاج. أهلا بكم جميعا إلى حفلتي هذه. إنه الربيع، ربيع الهادئ الدافئ. أهلا وسهلا بكم. تقيم حشرة الجندب حفلة في كل يوم، وتقضي كل أوقاتها في اللعب. وفي يوم من الأيام هذا الصوت. ما هذا الصوت الغريب؟ ما هذا؟ من أنتم؟ إنه صوت النمل أثناء قيامه بالبناء ونقل الطعام. هذه إهانة للسمع والبصر. هدوء أرجوكم، هدوء. أنا متأسفة، لقد أوشكنا على الانتهاء من عملنا. أرجوك أن تتحمل ذلك. ماذا؟ لا بد أنك تمزحين. لا فائدة من إطالة النقاش معها، إنها تحب العمل أكثر من اللعب يا أصدقائي. هيا لا تقلقوا، هيا بنا نمرح بسرعة. هيا. أنت على حق، هيا بنا نحتفل يا أصدقاء. هيلا هوب، هيلا هوب، هيلا هوب، هيلا هوب، هيلا هوب، هيلا هوب، هيلا هوب. النمل يعمل بجد ونشاط فعلا. لقد غضب النمل كثيرا عندما رأى الجنادب تلهو وترقص دون أن تعمل. شكرا أيتها النملة، هل تفضلت عندنا؟ شكرا جزيلا، أنا آسفة، لدي عمل. تعالي أيتها النملة، أختي تطلب منك المجيء، هيا بسرعة. تعالي هيا، لا تكوني عنيدة. حسنا، على شرف هذه النملة دعونا نرقص. هيا 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 نرقص أيتها النملة، لكني لا أعرف الرقص أبدا. أرجوك أحب أن أرقص معك. حسنا هيا. شكرا. انظري، واحد اثنان واحد اثنان. خبر مضحك. كف عن ذلك، كفى. هل أنت بخير؟ أظن أنه من الأفضل لي أن أعمل بدلا من أن أرقص. أنا آسفة جدا، متأسفة. انظروا إليها، حقا حقا حقا.
لكن الأخت الصغرى للجندب لم تستطع أن تنسى تلك النملة. بعد ذلك جاء الصيف الحار، لكن النملة لم يتوقف عن العمل. أيّة النملة، كيف تعملين في الصيف؟ ها؟ نحن نعمل طوال العام. السباحة في النهر هي أفضل شيء لنا أثناء الصيف، إنها رائعة فعلاً. أخي، هذا شيء طبيعي. النملة تستغل وقت اللعب في العمل أيضاً. تعلم منها يا أخي. دعك من هذا الكلام، أنا أحب اللهو واللعب في الصيف الحار بشكل خاص. أوه هكذا. وجاء موسم الحصاد أخيرا. النمل مشغول في حصاد محصوله من الغلة. لكن الجندب الكسلان لا يؤدي أي عمل يذكر سوى اللعب والتنقل، ولم يلق بالا لنصائح أخته التي حذرته من سلوكه هذا، واستمر في إقامة الحفلات. ولكن في ظل ظروف الشتاء القاسية هاجرت الكثير من الحشرات. أن آسيا معك، اذهبي وحدك، اذهبي. وهكذا بقي الجندب دون عمل. وقد كان الشتاء باردا شديد البرودة. أن نطلب من النملة أن تبقينا خلال الشتاء. كلا، لن نفعل ذلك أبدا. ولما لا؟ أليس من الواجب أن يساعد بعضنا البعض؟ أخي، إن النملة عملت وتعبت طوال العام من أجل هذا اليوم العصيب بينما كنا نلعب. نحن لا نستحق كرم وعطف النملة، ولا نستحق أيضا أن نشاركها في مجنته من عملها المتواصل. فعلا أنا أستحق منك هذا الموقف، أنا أستحق كل ذلك. نعم لقد أخطأت. لقد كنت أنت السبب. سامحيني يا أختي أرجوك. هيا بنا. هيا. لم تتوقع النملة أبدا، ولم تكن تحلم بأن يكون الجندب وأخته يقفان خارج بابها يتحادثان، ولم تكن هناك ولا حشرة واحدة تمشي خارج بيتها في هذا البرد القارس سوى الجندب وأخته.
وهكذا اتعظ الجندب من هذه التجربة، ولا شك في أنه سيولي للعمل اهتماما خاصا في حياته.